غير العالم. اليورو العملة اللي تتعامل بها معظم الدول الأوروبية من 1999. اليورو هو أكثر من مجرد عملة، احنا نحكيه على الضامن الحقيقي لوحدة التجربة الأوروبية وتواصلها في ظل صعود تيارات يمينية شعبوية لا تعير أهمية لوحدة القارة ولا تكترث لضرورة تواصل التجربة. عام 2008 كاد اليورو أن ينهار، أزمة اقتصادية خانقة جعلت من عدد كبير من الدول الأوروبية تلتجأ للتدين اللي يوصل في بعض الأحيان الأكثر من 60%. ديون سيادية اتفاقمت وتراكمت وما عادش يمكن سدادها. إعصار اقتصادي بدا مليونين ليضرب إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، إيرلندا وغيرهم من الدول. السؤال كان شكون ينجم ينقذ دول الاتحاد الأوروبي وينقذ التجربة والعملة الأوروبية؟ وكانت الإجابة بلا تنازع ألمانيا. الشرط هو أن تطبق هذه الدول سياسات تقشف تمليها المستشارة وتطبقها الحكومات رغم غضب شعوبها واحتجاجاتهم. في السابق هتلر استعمل القوة العسكرية الدموية لتلبية رغباته التوسعية، لكنه فشل في حكم أوروبا في القرن العشرين. بداية القرن 21 سياسات القارة تمليها وتفرضها ألمانيا في شخص المرأة الأكثر تأثيرا في التاريخ المعاصر أنجيلا ميركل. تولدت أنجيلا ميركل في 17 جويلية 1954 في هامبورغ ألمانيا الغربية، لكنها عاشت طفولتها ودراستها في ألمانيا الشرقية التابعة للاتحاد السوفيتي. نشأت في دولة خاسرة ومدمرة من الحرب العالمية، بلاد مقسمة، اقتصادها منهار والطموح فيها ممنوع. إضافة لذلك وبما أنها كانت من عائلة دينية حرمت أنجيلا من الكثير، وخاصة حلمها في أن تصبح معلمة. السياسة كانت آخر اهتماماتها. ميركل درست الفيزياء وتحصلت على دكتوراه في الكيمياء الطبيعية عام 1978. عرست ثم انفصلت عن زوجها، خدمت خبيرة كيميائية وكانت بعيدة على أي ميولات سياسية، حتى لين جاء عام 1989 وسقط الجدار. انهار جدار برلين وعبرت ميركل إلى العالم الجديد. في البداية انضمت للحزب المسيحي الديمقراطي، عانت كثيرا واحتقروها الكثير لسببين: الأول إنها امرأة، والثاني إنها قادمة من ألمانيا الشرقية. أعطوها مهمات مش في قيمة شهائدها وإمكانياتها، فكرت في الانسحاب، لكنها قعدت وقبلت تحدي افتكاك بلاصتها من مخالب الذكور المسيطرين على الحزب، وفعلا أثبتت مكانتها وجات بفكر وأسلوب جديد في الممارسة السياسية. وقرر الحزب تقديمها في أول انتخابات تشريعية بعد الوحدة. دخلت البرلمان، أصبحت وزيرة للمرأة والشباب ثم للبيئة. عام 2000 أصبحت رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وعام 2005 أصبحت أول مستشارة في تاريخ ألمانيا وأول مواطنة من ألمانيا الشرقية تحكم البلاد. إنجازاتها خلت الألمان يعاودوا انتخابها عام 2009، 2013 و2017، أربع ولايات متتالية للمرأة اللي تصدرت قائمة فوربس لأقوى نساء العالم 8 مرات. احنا نحكيه على مرجعة مجد ألمانيا والحاكمة الفعلية للقارة العجوز. أنجيلا ميركل عدد مهول من الانتقادات، قرارات خاطئة بالجملة وخيارات لا ترضي الجميع وتثير غضب الكثير. أمر طبيعي بما أنه نحكيه على زعيم سياسي ينجز الكثير، وبالتالي من يعمل كثيرا يمكنه أن يخطئ كثيرا. لكن الأكيد أنه ما يميز المستشارة الحديدية هو شجاعتها في اتخاذ القرارات دون أن تأبه بإرضاء الأحزاب بما فيهم حزبها، ودون أن تأبه للانتقادات مهما كانت حدتها. احنا نحكيه على تحمل فعلي للمسؤولية وتمكن تام من الخصائص القيادية. ميركل استقبلت 1.5 مليون لاجئ سوري دون الاكتراف لانتقادات المعارضين في ألمانيا وفي القارة الأوروبية. قرار جريء في 2015 ما كانش الأول من نوعه. ميركل الغات التجنيد الإجباري بعد 50 سنة من فرضه، سكرت 10 مفاعلات نووية في ظل خطتها للمحافظة على البيئة، وتوجهت نحو مشاريع عملاقة للحصول على الطاقة البديلة. الألمان يحبوا ميركل كثيرا لجملة من القوانين اللي جات بها واللي تحسن مكسب الأسرة، كما عطلة الولادة اللي تتعطى للأم والأب واللي تنجم توصل ل 14 شهر. لكن ميركل هي بالخصوص أرقام مبهرة طيلة فترة حكمها: حاربت الفقر برفع الأجر الأدنى بالقانون،
خفضت في البطالة من 12.9% عام 2005 ل 4.9% عام 2018. حاولت عجز الميزانية للقاتو في حدود 3.5% عند وصولها لفائض ب 3% عام 2018. هذا وغيره من الإنجازات وأهمها إنقاذ القارة الأوروبية عام 2008، خليتها ورغم كل الانتقادات الزعيم الفعلي للقارة، المرأة اللي تتحكم بمصير شعوب أوروبا بعد ما استطاعت إعادة عظمة دولتها، المرأة اللي جات من الجانب الشرقي الفقير للحائط وتغلبت على الجانب الذكوري للسياسة في بلادها، وقدرت بفضل جديتها وأفكارها أن تتغلب على كل التحديات وتغير العالم. غير العالم.